تأتي تلك الاتفاقية دعما للجهود المصرية لعلاج المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمالا للجهود المصرية لتقديم كل الدعم للأشقاء في قطاع غزة من الفلسطينيين المصابين والجرحى، تم توقيع اليوم اتفاقية تعاون بين منظمة الصحة العالمية في مصر وسفارة اليابان بالقاهرة لتقديم دعم يقدر ب 8.3 مليون دولار لدعم مصر في الاستجابة للاحتياجات الصحية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الجرحى والذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية. هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هنا في العاصمة الإدارية الجديدة شهد عليها وزارة الصحة ووزارة التعاون الدولي وبحضور السفير الياباني بالقاهرة، وهي تمثل أيضا دعم قوي للجهود الصحية والطبية المصرية المقدمة للأشقاء في فلسطين. نحن نتحدث عن مجموعة من المجالات سوف تخصص لها هذه الاتفاقية، من بينها تقديم الدعم للأجهزة الطبية بالإضافة إلى العمليات الجراحية إذا كانت الحالات تستدعي هذه الحالات. نتحدث عن 80% من هذا المبلغ سيتم توجيهه لهذه الأجهزة الطبية والاحتياجات الصحية والطبية، بالإضافة إلى 20% لبناء الكوادر أيضا والقوى البشرية للتعامل مع الحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة. نعلم أن مصر بذلت جهودا كبيرة في الآونة الأخيرة سواء لتقديم المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا جراء العدوان الذي يتعرضون له لليوم 56 بعد المئة. نتحدث أن هذه الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة تدخل اليوم في شهرها السادس وسط تقديم مجموعة كبيرة من المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، وأيضا توفير العلاج للمصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هنا في المستشفيات المصرية. وبالتالي تأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم استكمالا وتكليلا لهذه الجهود المصرية وجهود القيادة السياسية لدعم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين. هذا بالإضافة إلى أنه سوف يكون في الفترة القادمة مزيد من التعاون من جانب منظمة الصحة العالمية في مصر لتقديم هذا الدعم إلى الأشقاء في فلسطين. إليكم زملائي في الاستوديو.